This is a regime that has lost all sense. هذا النظام فقد كل إحساس وأي نوع من المسؤولية تجاه شعبه، ولهذا يجب أن يكون هناك انتقال للسلطة من نظام الأسد إلى حكومة تمثل كل الشعب وتمكن من إصلاح الضرر الذي حل بسوريا. كما وضح سعادة الوزير أن الأسد لم يعد له هناك أي شرعية، وهو ليس جزء من مستقبل سوريا، ويجب أن يحاكم محاكمة عادلة لما اقترفه من جرائم تجاه الشعب السوري.